سلام، شلامة. أنا ريمي الصومو، رئيس تحرير مجلة لودانا. صار لي من 4 سنين أصوم يوم واحد برمضان تضامنا مع أخواني المسلمين. أنا مسيحي لكن أؤمن بالمحبة والتعايش والسلام، وأتمنى أن يكون هذا التضامن متبادل. بهذه المناسبة أحب أقول رمضان كريم، وأريد أقول على بعض الانتهاكات اللي يتعرض لها المسيحيين بالعراق. المسيحيين اليوم مهجرين، هناك مئات وآلاف من بين قتيل، بين معنف، عندنا سبايا، عندنا مغتصبات، هناك حالات استيلاء للبيوت. أيضا هناك قوانين حكومية هي تعمل ضد أو ضد المكونات، مثل قانون 26 المادة الثانية التي تنص على الأسلمة الجبرية للقاصرين في حال أسلمت أحد الوالدين أو ولي الأمر. طبعا الحل اللي كنا طارحيه أنه القاصر عندما يبلغ 18 من العمر يستطيع أن يتقدم للمحكمة، وأمام القاضي يختار الدين الذي يرغب به. بالنسبة أيضا هناك أيضا حالات لتسجيل بعض المسيحيين بالجنسية مسلم، وعند مراجعة الجنسية يظنون أنه مسلم يحاول التخلي عن دينه، لكن هذه كلها حالات انتهاكات موجودة. من هنا وبهذا الشهر الكريم أناشد كل إخواني وكل العقلاء من إخواننا المسلمين، وأنا متأكد هناك الكثير الكثير منهم، ونفتخر بوجودهم بهذا الوطن، ونفتخر بالوطن العراق الذي يجمعنا، ونحن المسيحيين الكلدان السريان الآشوريين نفتخر أننا أبناء هذه الحضارة. وشكرا.